قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. طاروق، أغانيها لسه بتتغنى في الحفلات والأفراح لحد النهاردة، برغم إنها مبتعدة عن الساحة الفنية لأكتر من 20 سنة. هي الفنانة صاحبة التاريخ الفني الطويل من طفولتها لحد اعتزالها. حياتها الفنية والشخصية كانت مليانة حكايات وأخبار، في منها الصح وفي منها اللي محل شك، وده اللي هنقوله لحضراتكم النهاردة في حلقتنا الليلة، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. أمل إسماعيل شركس هو اسمها الحقيقي، اتولدت في 1 يونيو سنة 1937 في بيروت لأب شركسي وأم تركية، وحصلت على الجنسية اللبنانية والأردنية بعد كده. عيلتها كانت بتحب الفن جدا، فوالدتها كانت بتعزف على العود وتغني، وكمان كان عندها أخت أصغر منها اسمها ميادة كانت بتغني، بس سابت الفن لما اتجوزت عشان تهتم ببيتها. بس برغم وجودها في عيلة فنية جدا، لكن أهلها رفضوا رفض قاطع إنها تدخل المجال الفني ده، لأنها كانت كبيرة العيلة ووالدتها كانت عايزاها تتجوز، لدرجة إنها أول ما كملت الـ 12 سنة كانت عايزة تجوزها. وفعلا بدأت العرسين تتقدم ليها، وهي كانت بتقبل بالخطوبة تحت ضغط من أهلها، وتفضل تطفش في العريس لحد ما يزهق ويمشي. وفي خلال 3 سنين اتخطبت 4 مرات، وده اللي قالته في حوار ليها. كمان كان وقتها والدها اتوفى، وعمها أول ما عرف إنها عايزة تحترف الفن قرر إنه يهدر دمها. بس برغم كل اللي عملته عيلتها، ظهرت وهي طفلة في برنامج ركن الهوى في إذاعة الشام، وده لما استقرت عيلتها في سوريا بعد إصرار طاروب إن تغير اسمها من أمل لطاروب. لما ظهرت في إذاعة الشام بدأت في تسجيل أغاني مطربين تانيين، زي أغنية سنتين وأنا حايل فيك لليلى مراد، وأغنية أنا قلبي إليك ميال لفايزة أحمد. وقتها بدأت شهرتها تكبر شوية شوية، وبعدها اتجوزت وكانت الانطلاقة القوية ليها. بس مش هنتكلم عن حياتها الشخصية دلوقتي، وأكيد هنرجع لها كمان شوية لأنها فيها مفاجآت وحكايات كتير. وكونت مع جوزها ثنائي باسم جمال الطروب. مسيرتها الفنية بعد ما بدأت في مرحلة الستينات من خلال أغاني ناجحة، اتجهت لمجال التمثيل مع زوجها محمد جمال، وقدمت أفلام كتير في لبنان ومصر. ومن أفلامها اللي قدمتها عصابة النساء مع صباح، العقل والمال مع إسماعيل ياسين، الأرملة الطروب. وفي لبنان مثلت أكتر من فيلم، منها موعد في بيروت، البنك، الجبابرة، مع بطلي المصارعة اللبنانية الإخوان سعادة. ولأنها بتعرف تتكلم تركي طبعا لأن والدتها تركية، مثلت في تركيا عدة أفلام، منها لاعب الكرة وشيطان البسفور مع فريد شوقي. ولأنها بتحب الغنى أكتر من التمثيل، ركزت في الغنى وثابت التمثيل، وكمان نوعت في الغنى وغنت بالتركية والشركسية. أما في المجال الموسيقي فكان لطروب كتير من الأغاني الناجحة، زي يا صبابين الشاي، يلي كلامك حلو يا بويا، يا حلاق اعمل لي غرة، بكتب لك على نجم الليل، أبو زيد الهلالي. وغنت عدد من الأغاني التركية أشهرها كوربان، وكمان كانت بتضيف كلمات بالتركي على أغانيها. وموهبتها ما وقفتش لحد كده، فالفنانة طاروب قامت بتلحين أكتر من أغنية، وتعتبر أول امرأة عربية تدخل مجال التلحين. حياتها الشخصية ما كانتش هادية زي حياتها الفنية، فبعد لما اتخطبت 4 مرات وهي طفلة اتجوزت من الفنان محمد جمال، وبعد أكتر من 10 سنين جواز انفصلوا بسبب غيرته الشديدة عليها. بعد كده مرت بعدد كبير من قصص الحب، فالفنان فريد الأطرش عرض عليها الجواز بعد انفصالها من محمد جمال لأنه كان بيحبها، بس شروطه كانت صعبة على حد تعبيرها، لأنه قال لها إنها هتغني أغاني من ألحانه بس، وكمان هتفضل معاه في كل بلد يروحه، فحست إنها هتتحبس فرفضت عرض الجواز. بعد كده ارتبطت بمصطفى وهو ابن وزير من تركيا، بس أهله عرضوا الجواز ده بسبب إنها فنانة، وصرحت إنه كان حب حياتها الكبير،
وكمان الفنان التركي جونايت أركن عرض عليها الجواز بعد ما اشتركت معاه في فيلم عصابة النساء، بس والدتها رفضت الجواز ده لأنه شخصية عصبية جدا، وقالت إن الفنان الهندي سونيل داد طلبها للجواز بعد ما تعرف عليها، بس هي كانت شايفاه مجرد صديق. وانتشرت أقاويل إن الفنان عبد الحليم حافظ كان في علاقة حب ما بينهم، بس هي قالت إنها كانت بتحبه كفنان وإنها عشقته من أول ما سمعته. بعد حرب لبنان الفنانة تاروب سابت لبنان بعد ما أصيبت بقرحة في الاثنى عشر بسبب توتر الحرب، وعاشت في مصر وتعرفت على رجل أعمال مصري وتجوزته، بس بسبب اختلاف وجهات النظر انفصلت عنه بعد كده. وهي في قمة نجاحاتها قررت الفنانة تاروب إنها تعتزل الفن وارتدت الحجاب، وقالت إن فكرة الاعتزال والحجاب كانت بتفكر فيها من زمان، وأول ما سجلت أغنية دينية حست إنها لازم تعتزل وتتقرب من ربنا. كان معاكم رشا رجب.